انا عايز اعرف منك حاجه، ليه الفتره بتاعت بيتسو موسيماني انهارت في الاخر، او بمعنى اصح ما بقاش بيحظى بنفس القدر من الدعم، رغم على الصعيد الاعلامي انا بالنسبه لي انا بشوف مدرب جامد. جدا، ومدرب يعني انا بشوفه من المدربين القليلين جدا في التكتيك المميزين، والله مميز جدا يعني في الحته التكتيكيه، لكن ضغط الماتشات كان بيعتمد على لعيبه معينه، فكل ده كان ضغط إرهاق. ارهاق، فكتر الماتشات كان بيقلل طبعا الحته البدنيه بتاعت اللعيبه، فبتيجي في ماتشات خلاص انت مش قادر يعني. هل كثره المشاركات هي اللي كانت بتعمل كده، ولا اكلمك بصراحه، كان بيتقال في فتره بيتسو موسيماني ان اللعيبه ما جهزتش بدنيا كويس، وان الراجل مخطط الاحمال اللي مع بيتسو موسيماني ما هوش على نفس القدر من قدرات بيتسو موسيماني نفسه، فاللعيبه وقعت. هو ما كانش عارف ان الدوري بتاعنا مثلا يغيب فتره ويرجع فتره، نروح نلعب في افريقيا، كان الاجنده مليانه، فهو ما كانش ممكن ما يكونش ما كانش عارف يوزع يوزع اه يوزع التوزيع السليم. اه يوزع الحته البدنيه في الفترات دي، عشان كده دايما كان مثلا يعني قبل ماتش الترجي ده، انا فاكره كويس جدا، كان مدينا 11 يوم اجازه، قبليها رجعنا اسبوع ولعبنا ماتش كنا كويسين جدا. ليه؟ لان احنا كنا مرهقين جدا بدنيا، بنلعب ماتشات كتير، وما كناش بنلحق نتمرن ناخد جزء بدني يعني. طب ليه كان بيتقال ان الاجازات اللي اداها بيتسو موسيماني هي اللي خلصت على الفرقه؟ هل ده كان صحيح او هل ده صحيح بامانه يعني؟ ممكن يكون سبب، بس هو يعني احنا كنا بنتمرن يعني، هو كان بيدينا برامج، او كان كل بتشتغلوا واحد على نفسكم؟ بنشتغل كل واحد يعني، اللي عايز يسافر مثلا في حته في اجازه يعمل ريفريش لجسمه يعني، ويشتغل برضه. بيشتغل يعني. انا في الفتره دي مثلا يعني في ال 11 يوم دول تقريبا سافرت انا وسعد، ماشي ماشي، وكنا بنتمرن مع بعض، والله انا وسعد سمير كنا بنتمرن مع بعض. فهي هو يعني الفكره ان هو يعني بيقول لنا ان انت لعيب محترف، لعيب محترف لازم هو اللي يحافظ على نفسه في الاجازات يعني. انت في الاجازه ما تسيبش نفسك، بالظبط مش في الاجازه، بالظبط كده هنديها مكرونه وبيتزا بالظبط، ونفتح وتبقى مريح محل، على السرير وكده، لازم تتمرن، لازم تشتغل على نفسك لازم تشتغل على نفسك وتتمرن، عشان ده اكل عيشك. بالظبط، انت لعيب محترف. انت بره مثلا يعني، مثلا محمد صلاح ماشي لما بياخد اجازه شهر مثلا او شهر ونص بيشتغل، بيشتغل في الفتره دي، بيريح تقريبا اسبوعين اللي هو الراحه سلبيه، وبعد كده بيشتغل تقريبا شهر جيم بقى، بيشتغل صح. برنامج مع نفسه. فلازم هو انت لعيب محترف، فانت عارف شغلك فين، يبقى معاك مدرب خاص او معاك مدرب من النادي بتاعك يشتغل على الحته البدنيه بتاعتك عشان ما تقعش. زعلت لما موسيماني مشي ولا كنت متوقع؟ لا يعني زعلت جدا طبعا، زعلت جدا. لان انا كنت بحبه على المستوى الشخصي، وكنت بحب طريقته في اللعب يعني.